انا عندي هاد الولد دابا في الاول من بدا هاد الشيء بدا كيقول لي علاش الناس كيشوفوا فيا، علاش الناس حسدوني، المغرب مشى فيها، هل المغرب مشى فيها، بقى كيزقي وكيغوت وكيخرج لي الشوارع وكيجري. وقال لي ولدي الدكتور اوراق الاول تما ديتو، ايوا متبعه تما دكتور اوراق شي على حال قريب على حال عام. هو مين كيخرج له داك الدواء ولا لي صافي الولد كنشرب له داك الدواء، الولد كيزيد لي ما حد الحاله كتزيد له. دي بقى كيخرج لي بالليل وحده الليل جوج نتاع الليل، وانا كنخرج كندور على انا وخوه، كيمشي ليه هود لي للساقيه وكيمشي لي للخلا وكنتبعو الشتا تسرسر وهو كيجري في الخلا وانا كنتبعو. والو عييت والو، ديتو ثانيه لدكتور بوه الدوز درت له الشبكه، قال له عنده شوي العصاب وعنده شي حاجه كلاها، خرج له الدواء. بقيت استعملت له ذاك الدواء، الولد ولا لي تعوق لي الفم عواج ويديه عواجو رجليه عواجو، وريت له ذاك الدواء رديته للدكتور وراه. بقى الولد ما حد هو غادي ويزيد لي غادي ويزيد لي، ولا الدار ما يقعد ليش في الدار، ولا كيولي فينا، ولا كيضرب خوتو كيضربني انا. وديك هي درت الورقه ديتو العروي، من تبع دابا ديتو العروي شدوه تما 40 يوم وصونا ولي قالوا لي روح يدي الولد وجبتو. والحاله ديالو هو كيولي فيا كيضربني كيهرس لي الحوايج، هرس لي البيبان، هرس لي لابابو، هرس لي التلفازات جوج، هرس لي بارابورات جوج، ما خلى لي الحوايج كلشي دقدقهم لي. وانا كيولي فيا كيضربني، كنبقى غير بوحدي غير انا وياه في الدار. دابا حتى عندي البنت هربت في طوع خوها، ما قدرتش تجلس معاه كيولي فيها كيضربها. ودابا انا خويا رجعته ثانيا للعروي، رديته ثانيا للعروي شدوه ثانيا 40 يوم وصونا ولي ثانيا رجعته. ودابا الحاله ديالو هو ما كيتحسنش. خصو انا عندي هذا الولد كيعطيوه الدواء بلا سكاني بلا راديو بلا شي حاجه، خصو ضروري تاع سكاني يشوفوا واش عنده المخ مريض، واش عنده شي عرق، واش عنده شي مرض في الراس. دابا الدواء كيشرب الدواء غير هكاك، الحاله ديالو هو ما كيتعدلش زعما باش يتحسن. نقول زعما الولد يكون مزيان شي من خطرات يكون شويه معايا منين فيه داك الشيء ما يعرف فيه حتى واحد. دابا حتى من الجيران كيتشكاو بيا كيزقي، راني وصلت معاهم حتى للبوليس قالوا لي علاش كيزقي راكي انت كتحرشي. انا اخويا واش انا نحرش الولد ديالي نحرش؟ انا بغيت اللي يزقي ماذا بيا انا يسكت حتى انا ونضحك مع ولدي ونفرح مع ولدي. دابا هانت تشوفوا يا هو تشوفوا قدامكم كي داير. عييت ما خليت فين مشيت، وما عندي اللي يعاوني باش يضربك. الا ديتو للطبيب بوحدي كيضربني، ما نقدرش نديه بوحدي في اللوطو، ولا خصني ضروري حتى يكونوا الرجال معايا، ما نقدرلوش انا بوحدي. انت راني كنبلع عليه الباب دابا بالسارود بالسلسله وكل شيء، نحط له الماكله ونهرب ونخلي له الماكله ياكل. راهي دايره غير معاه الدوش في ذاك المحل وفيه كل شيء، وراني نبلع عليه الباب. زعما الله يرحمكم الوالدين، الا كاين شي محسنين اللي وقفوا معايا مع هذا الولد ديروا الحسنات عند الله تعالى سبحانه. انا دابا ما قديتش باهم مش اسمح فيهم، وعندي واحد الولد اخر مريض حتى هو فحالو ما عنده الدنيا كاع ما اسبوع كاين. عندي غير واحد مسكين كيظل في تماره غيخدم داكشي اللي كيكون بينا في المصروف. درك ما قديتلوش، الله يرحمكم الوالدين الا كاين شي محسنين اللي يعاونوه يديو زعما يديروا له السكاني يشوفوا اسمو عنده في الراس. دابا انا ما قديتلوش راه مرضني حتى انا بذاك الضرب. دابا كتولي عليا ذاك الضرب ما نعرف واش القاسي في العارك ولا شي حاجه. دابا ما نقدر نوقف، ما نقدر نصبر، ما نقدر نسيق، ما نقدر الدقل، ما نقدش نهز الدقل، ما نقدر والو. الله يرحمكم الوالدين، انا كنطلبكم بالرحمه الا كاين شي محسنين زعما اللي يعاونونا في هذا الولد. عنده العمر ديالو دابا كمل 19 عام، نهار 13 شهر 6 كمل 19 عام، وراه داخل دابا في 20 عام. دابا هاد المرض ملي قاسو هاد الشيء راه دابا تقريبا داخل في 4 سنين ملي راه قاسو هاد المرض. وانا راه كنجري ديتو الدكتور عزوزي في النظافه وجده، وديتو عند واحد الدكتور اخر كيما حكي تلفت لي سميتو، ما خليت اللي قالوا لي كيدير الدواء الرقيه، ما خليت صحاب الدويريه، ما خليت
سلوان، ما خليت الناظور، ما خليت بنينصار، ما خليت اللي قالوا لي دير رقيه مشيت عنده غير ياكل مني الفلوس، شي نتيجه ما كيديرهاش. ما خليت بلاصه، ما خليت اللي قال لي راه يدير رقيه راه كنجيبو كنديه والو اخويا، هو نتيجه ما عطات له والو. اللي بغى يعاونني يتصل بيا بهاد النمره، النمره عندي 06 5 11 3 1 6 9 9. ها انت باش كنبلع على هاد الولد، ها انت هاد السنسله كندير له السنسله ونبلعو باش ما يخرجش عندي يضربني، ها انت ها كندير له هاك باش ما يقدرش يجبد الباب باش يفتحها عليا، ها انت تشوفوا بعينيكم كل شيء، ها انت ها الباب، الباب هرسها، ها انت كنت نبلع الباب على روحي والناض هرسها عليا، ها انت مشات، ها الباب اخرى، ها الباب تشوفوا بعينيكم الا تصحبكم، ها انت الباب مهرسها مشات ما بقاتش، ها انت باب والو مشات هرسها لي، مشات الترفاسة ها انت هرس ليه، مشات هر وحدة أخرى الطرماط مشات لابابو، ها انت كان عندي لابابو هنا هرسوا لي، مشى البيت، ها انت دوتشا ها هي هرس لي الباب، شوف كي رجع حالي ما نقدرش نهضر نشدو، ما نقدرش منين فيه ذاك الشيء يبقى عليا على الصوالح يدقدقهم لي يولي فيا، وانا راه قتلني في صحتي ما قديتلوش دابا، الله يرحمكم الوالدين، الله يرحمكم الوالدين. هادشي ها انت الدواء ديالو اللي كنستعملو، ها الكنينه كيشرب، هاد الكنينه هادي كيشرب فيها حبه بالليل، وهادي كيشرب فيها حبه يقسمها على 4 ايام، وهادي اللي باري كل شهر كندير له 3 في نهار وحده 3، وها انتم تشوفوا الورق تقولوا ها الورق ها باش كنت متبعه للطبه، ها ودابا حتى باش نرجعوا للطبيب خصني ما نقدرش نمشي غير بوحدي، خصني حتى ندبر الناس اللي يمشيو معايا، دابا ما يبغيوش شكون يبغي يمشي معاك، ما كيبغيوش يمشيو، كان عندي واحد راجل اختي اللي كيمشي معايا ودابا حتى هو كيولي فيه غلب علينا ما قديناهوش، الله يرحمكم الوالدين، الا كاين شي ناس المحسنين لا كون يديروا له سكانين الراس يشوفوا هو سمو عنده الحاله ديالو وشوفوا انا ما قديتلوش، انا مراه بوحدي في الدار ودابا راني كنبلع غير عليه حتى الماكله، من يدخلوا الماكله من ينوض فيه ذاك الشيء كيبغي كيضربني في الساح خصني خفيفه في الساح نولي، ودابا ولاو فيا حتى من الجيران كيقولوا لي خصك تي ولدك علاش كيزقي، دابا كيسبوني كيقولوا لي الكلام الخايب اللي ما كل الهضره اللي ما فياش كيردوها فيا، الله يرحمكم الوالدين. عيد دابا صبرت كان واحد الليل ونهار عطاها لي ربي لا من ربي اللهم لك الحمد لله من العبد الله يولي الحق، دابا وصلوني للبوليس مشيت عند البوليس قالوا لي روحي تروحي الولد مريض ما عندنا ما يديروا فيك، دابا عاد باش راه مسكتو عاد باش خلاوني عاد راه مساكنين. مشيت عند الطبيب انا تزايو قلت لهم ديروا لي الورقه على حساب نديه للوجده اللازراي، ومين مشيت للبلديه الطبيب عطاني الورقه باش نديه الوجده، ومين مشيت للبلديه طلبته مع لابيلانس باش نديه في لابيلانس الوجده، وقالوا لي حنا لابيلانس ما تديش الوجده العروي والناظور بنينصار، دابا صحاب الفوضويين ما كيبغوش يرفدوه محيط مريض ما يقدوش يهزوه خي يخافوا، ايوا صحاب البلديه ما بغاوش يعطوني لابيلانس، واش اخويا كي غادي نديرو حنا هاد الولد، واش نخليوه يموت، واش نديرو له الراجل نقتلوه ولا كي غادي نديرو له، انا ما قديتلوش وصحاب البلديه ما بغاوش يعطوني لابيلانس نديه الوجده للزراي باش يقدر تما في وجده يدوزوا له ولا يشوفوا له الراس ولا يشوفوا له شي حاجه، وهذا العروي كيعطيو له الدواء بلا تدواز بلا داك الشيء، وذاك الدواء ما عطاتلوش النتيجه.